لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الكتاب الثالث الباب الثالث من الكتاب الثالث والأربعين كتاب تفسير القرآن. الباب الثالث باب ومن سورة البقرة وهي السورة الثانية في القرآن بعد الفاتحة وقيل هي أول سورة نزلت في المدينة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في سننه الحديث الثالث عشر بعد المائتين والثلاثة آلاف قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. لما خلق الله أبونا آدم خلقه من جميع أجناس الأرض، والأرض فيها الطيب والخبيث، وفيها البور وفيها القاسي والصعب اللي هو الحزن، وفيها السهل واللين، فيها الذي ينبت الكلأ الكثير، وفيها مهما بذلت فيه جهد لا ينبت شيء بل يضيع وقتك فيما لا فائده، وهكذا. فتلاقي بني آدم على هذه الهيئة، تجد هناك السهل وتلاقي هناك الحزن وتلاقي هناك اللين وهناك الأين، وهناك الذي ينتفع به الناس وهناك الذي ينتفع نفسه بس ولا ينتفع به الناس، وهكذا أنواع كثيرة. فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، يعني يختلفوا في الألوان كمان. يقول لك من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. والسهل اللي هو الهين اللين، أدي السهل هين لين، أخلاقه هينة لينة، يسهل إرضاؤه ويقبل عذر المعتذر ويتسامح، عايش كده سهل هين لين. وهناك الحزن الألد الخصم، صعب يغضب بسرعة ويغضب ببطء وما ينساش الأسية، يا ساتر إيه ده؟ ده ما تعرفش تعيش معاه، كل يوم بتصالحه، كل يوم بتصالحه، ويا دوب يصطلح نص ساعة وبعدين يزعل تاني، نقعد نصالح طول النهار عايزين نصالح طول العمر، ايه ده ايه الصعوبة دي؟ حزن 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 يورث الحزن، لأنه صعب، لا سهل ولا صعب، ايه؟ لا سهل فيرتقى ولا ايه؟ ولا سمين فينتقي. حديث مزارع في ناس كده. والخبيث اللي هو المكار قاعد كده
تحسن إليه تحسن إليه وهو بيتحين الفرصة ليسيء إليك، يبتسم لك حتى تطمئن لك وهو كالأفعى، حتى يلتف حولك فيلدغك، مكار، ثعلب المكار، كل ده موجود، كل دي أنواع موجود من الخلق. والطيب، الطيب اللي هو إيه؟ اللي هو يقبل عذر المعتذر، يتسامح، يتساءل، يتنازل عن حقه، يحب النفع للناس، يتحمل أذاهم، يبقى هين لين. فربنا يجعلنا من هؤلاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ادخلوا الباب سجدا. قال: دخلوا متزحفين على أوراكهم. مش ربنا قال للبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، باب اللي هي باب القدس، القرية التي أمرهم من الخلوق، بيت المقدس، قالوا فيها جبارين وفيها وفيها، فضرب عليهم التيه. ثم تغير الجيل، بعد 40 عام بعث لهم نبي وقال لهم ادخلوا، اللي ايه سيدنا يوشع، وبعدين حدد لهم القائد بتاعهم يبقى طالوت، وكان سيدنا داود من الجند، وبعدين خلاص هيدخلوا بقى منتصرين، قال لهم ادخلوا الباب سجدا خاضعين لله، يقوموا يدخلوا على استاهم، يتنططوا على استهم ويقول لهم ايه: وقولوا حنطه، يقولوا حنطه ايه وشعيره، حنطة وشعير أو حبة شعر، يعني أي كلام أي عكعك، يعني بتعمدوا مخالفة الأمر. أدي طريقة بني إسرائيل طول عمرهم هيفضلوا كده، لأنهم دول حطب جهنم. قال: دخلوا متزحفين على أوراكهم. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال: قالوا حبة في شعرة بدل حطة، وقولوا حطة، قالوا ايه حبة في شعرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، يعني ليلة مظلمة فيش حتى نجم يعرفوا الشمال من الجنوب، وحبوا إن هم يصلوا وهي صحراء عايزين يعرفوا الجهاد مفيش، فكل واحد اجتهد، فده بقى يصلي كده وده يصلي كده وده يصلي كده وده يصلي كده، كل واحد على حسب اجتهاده كويس. فلم ندري اين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، يعني في الجهة التي ايه ارتأها على حسب ايه اجتهاده. فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: فاينما تولوا فثم وجه الله. يبقى الانسان يجتهد في تحري القبلة، فإن فقد كل أسباب تحري القبلة صلى على أي هيئة، فإنما تولوا فثم وجه الله. سهلة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث. وممكن تفهم برضو منها غير سبب النزول ان الايه اعم من سبب النزول، سبب النزول يبين احدى معانيها، ولكن الايه اوسع من معنى سبب النزول، لا تقيد المعنى على سبب النزول، بل استرشد من سبب النزول على احد معاني الايه وليس استيعاب كل معنى الايه، ودي نقطه مهمه، لان لفظ الايه اوسع من سبب النزول. فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني حيثما توجهت ونظرت في الأكوان فثم وجه تجلي لله، فأظهر ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فما الأكوان إلا أثار تجلي أسمائه وصفاته وأفعاله، وبالتالي حيثما توجهت وجدت وجه تجلي،
فوجوه التجلي لا تنحصر. مش وجه الجريحة بقى زي ما قال المجسمة، يبقى ربنا ليه وجه. شفت بقى الفرق الكبير بين اعتقاد الجهل باللغة العربية ويجعل كلمة وجه معنى الجريحة والأبعاد، في حين إن الوجه معنى الوجهة، وقد يكون دي وجهات مختلفة وصور مختلفة لتجليات مختلفة، يعني وجوه مختلفة للتجلي. وجه الله يعني وجوه مختلفة للتجلي لتعدد أسمائه وصفاته وأفعاله، فكل اسم يقتضي أثر، وكل صفة تقتضي فعل، وكل فعل يقتضي رسم. وهذا كله مع تعدده يقتضي تعدد وجوه التجليات. وعلشان كده قال إيه؟ حيثما توجهت إيه فما من شيء إلا وإيه؟ وله آية تشهد أنه واحد. مش كده برضه في كل الأكوان؟ آدي معنى وجوه التجلي. واضح؟ اللي يسموها إيه؟ الصوفية وحدة الشهود. يبقى الصوفية فهموا الآية إيه؟ وحدة الشهود. يعني حيثما نظرت إلى تجليات مختلفة تعلم أن المتجلي واحد مهما تعددت التجليات، فوحد الواحد في تعدد وجوه التجلي. فهمت بقى إزاي؟ آدي معنى وحدة الشهود. فلم يشغله التعدد عما لا يتعدد عن الواحد. فهمت بقى ازاي؟ بل دله التعدد على الواحد. لكن الكافر التعدد يشغله فيجعل لله شركاء. فأينما تولوا فثم وجه الله. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة. ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم. يعني كأن هذه الآية من حيث الفقه فأينما تولوا فتم وجه الله، النبي نفذها إزاي؟ أنه توجه إلى في الصلاة إلى جهة سفره، لأن كل الجهات تؤدي إلى معنى واحد وهو أنه خالق الجهات وهو بكل شيء محيط. فحيثما توجهت فثم وجه الله. فالنبي نفذه بإيه؟ بإسقاط شرط التوجه للقبلة عند الصلاة في السفر على الراحل. فكان يصلي النافلة على الراحلة وقبلته وجهته. فهمت بقى؟ فاستنبط منها سيدنا عمر إن النبي عمل كده عشان هذه الآية، فإنما تولوا فتم وجه الله. أما إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل من على الراحلة وثبت على الأرض وتوجه للقبلة في الفريضة، إنما في النافلة يصلي حيثما توجهت به. راكب الطيارة صلي وأنت قاعد في الكرسي. راكب السيارة صلي وانت قاعد في السيارة. راكب الباخرة صلي وانت ايه في الباخرة. توجه اول ما تتوجه الى القبلة، ثم حتى لو دارت الباخرة فلا تدور معك. واضح؟ راكب القطار ماشي، صلي حيثما ايه توجه القطار. كل ده في ايه؟ في النافلة والتطوع، مش في الفريضة. ليس في الفريضة. واضح؟ ودليلك إيه؟ فأينما تولوا فثم وجه الله من القرآن. ودليلك إيه؟ فعل النبي. يبقى عندي قرآن وسنة. يبقى عندي دليل من القرآن ودليل من السنة. قال ابن عمر ففي هذا أنزلت هذه الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. قال قتادة هي منسوخة نسختها قول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هي مش منسوخة، ده هي مخصوصة إيه بهذه الآية في صلاة الفريضة، لأن كانوا يعتبروا التخصيص نوع من النسخ.
أيام إيه؟ أيام التابعين قبل ما يستقر علوم أصول الفقه والتعريفات، لأن أصل النسخ هو إبدال حكم بحكم، فاهم؟ أصل النسخ كده، يقول لك نسخته يعني نقلت حكم إلى حكم آخر، نقلت، أنت تقول نسخت الكتاب يعني نقلته، والنسخ الإزالة، يقول نسخت الشمس الظل يعني أزالته. يبقى النسخ فيه إزالة للحكم أو رفع للحكم أو إبدال حكم، ده أصلا كده، لكن هنا ده تخصيص، ده ما رفعش الحكم، ده خصص الفريضة ألف إيه وحيثما فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كويس؟ يعني إذا أردت أن تصلي الفريضة فولي وجهك شطر المسجد، طب وإذا أردت أن تصلي النافلة وأنت مسافر فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى خصصت الفريضة وأطلقت التطوع، يبقى مفيش إلغاء للآية بالكلية، فاهم؟ يبقى ليس هذا بمعنى النسخ بالمعنى الاصطلاحي الحادث، لكن قتادة ما كانش لسه علم الأصول اتكتب بهذا المعنى، فكانوا يعتبروا أي تغير في الاستنباط من الآية نوع من النسخ، منها التخصيص، تخصيص الإيه؟ المطلق أو تقييد، تخصيص الإيه العام أو تقييد المطلق، يعتبروه نوع من النسخ، فهمت بقى إزاي؟ في حين إن إحنا النسخ بعد كده لما استقر في علم أصول الفقه هو إلغاء الحكم أو نقل الحكم، فهمت إزاي؟ أو إبدال الحكم بحكم آخر، بحيث لا يبقى أثر للحكم الأول، لا يبقى أثر للحكم الأول، عشان يبقى في نسخ، فهمت بقى؟ يبقى لما يقول قتادة هي منسوخة نسخها يقصد إيه؟ يقصد هي مخصوصة، يعني كانت فأينما تولوا فتم وجه الله عامة، آية عامة، كويس؟ خصصها الله فأينما تولوا فولي وجهك شطر المسجد الحرام في الفريضة، فهمت بقى المسألة؟ أي تلقاء شطر المسجد الحرام أي تلقاءه. وعنه قال حدثنا بذلك محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ويروى عن مجاهد في هذه الآية أينما تولوا فثم وجه الله قال فثم قبلة الله. حدثنا بذلك أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن النضر ابن عربي عن مجاهد بهذا. وعنه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام، كان بيقترح سيدنا عمر، مقام إبراهيم كان ملتصق بالكعبة، لكن لما عملوا التوسعة كانوا عايزين يشيلوه، الوهابية كانوا عايزين يشيلوه كعادتهم بيشيلوا كل أثر، كان الشيخ الشعراوي من ستر ربنا كان هناك وكانوا بيحبوه، قال لهم أخروا شوية ما تشيلوهوش بس أخروا شوية علشان توسعوا المطاف، فأخروا مقام إبراهيم حطوه بعيد شوية عن الكعبة الوقت، لكن هو أصله كان ملتصق بجدار الكعبة، واضح؟ فسيدنا عمر كان يعلم إن إيه مقام سيدنا إبراهيم ده مكان مبارك، لأن الحجرة اللي وقف عليها سيدنا إبراهيم دي نزلت من الجنة، وبعدين لما وقف على الصخرة دي علمت أثره قدمه الشريف، يبقى التبرك بآثار الصالحين دي سنة مستقرة، فاهم؟ عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يتمنى إن إحنا إيه نصلي عند مقام إبراهيم، لأنه بيعتقد إن الدعاء هناك مستجاب، لأنه ده أثر نبي كريم، فهمت بقى إزاي؟ يبقى الكلام اللي بيقوله الوهابية التبرك بآثار الأنبياء يؤدي للشرك، يبقوا مش فاهمين ديننا، دول جايبين دين جديد ما نعرفوش إحنا، فهمت بقى إزاي؟ فبيقترع على رسول الله يقول يا رسول الله لو نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يعني مكان نصلي فيه أو إليه لأن نلتمس الدعاء المستجاب، فاهم؟ لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فسن النبي لنا ركعتي سنة الطواف خلف المقام بعد كل 7 أشهر بناء على ذلك، ودي من ضمن موافقات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح،
وعن أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقرأت نافع واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على سبيل الإخبار واتخذوا، لكن إيه باقي القراء واتخذوا فعل أمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ووسط الشيء أعلى، يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا نفس معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي نفس المعنى، لأن وسط الشيء أعلى. قال عدلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قومه فيقال هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول من شهودك؟ فيقول محمد وأمته. إحنا هنشهد له ليه؟ إحنا شفناه نشهد له عشان جاء في القرآن، والقرآن حق، فأنا نشهده بمقتضى علم اليقين مش بمقتضى عين اليقين، يعني إحنا لم نره ولكن علمنا أنه أرسله الله. فهمت بقى؟ فيقول محمد وأمته. قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ، فذلك قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش نحوه. وعن أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شاقا، يعني كأنه استدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس لما راح المدينة، لكن كان في مكة بيصلي فين؟ بيصلي بين الركن اليماني وركن الحجر، يبقى مستقبل الكعبة وبيت المقدس في عين واحد. فلما راح المدينة بعد بقى عن الكعبة بقت خلفه وبقى بيت المقدس أمامه، فصلى إلى الشمال وصار بيت المقدس في جنوبه. فهمت إزاي؟ وظل على هذا الحال 17 شهرا أو 16 شهرا، إيه الشك من الراوي، يبقى كأنها 16 شهرا وأيام، فجبروا الأيام بشهر تاني خلاص 17، لأن عادة العرب يجبر لك الإيه الكسور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إذا أن يوجه إلى الكعبة، فالنبي استقبل بيت المقدس لأنه أمر بأول أمره أن يوافق أهل الكتاب تأليفا لقلوبه ويبين لهم أنه ليس بدعا من الرسل، بل جاء ليصدق رسالات الأنبياء السابقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى يؤلف قلوب أهل الكتاب فيظهروا ما عندهم من صفة هذا النبي. فلما بان خبث طبعهم وانكروا نبوته ونصبوه الاعداء اصبح ليس هناك حكمه لان يؤلف قلوبهم فيتبعهم في قبلتهم، فرده الله الى قبله ابيه ابراهيم، وهي كان يتمناها النبي من الاول، فكان النبي هو الذي يرضاها ويتمناها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر قال ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس،
فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال فانحرفوا وهم ركوع، اللي هو المسجد ذي القبلتين. أول صلاة صلاها النبي إلى بيت المقدس إلى الكعبة كانت صلاة الظهر. فالراجل ده من بني سلمة، بني سلمة ده حي تاني بعيد عن مسجد النبي، صلى مع الظهر كده. وبعد كده لما وصل الحي بتاعه لقاهم بيصلوا العصر إلى بيت المقدس على المعتاد، ما جالهمش خبر، وكانوا صلوا ركعتين من العصر إلى بيت المقدس. فوقف وقال وكلمهم وهم في الصلاة، قال أشهد أني صليت الظهر مع رسول الله إلى الكعبة. فاستداروا، والإمام افترق الصفوف وهم في الصلاة حتى تقدمهم وأتموا ركعتين التانيين من العصر الأخرين إلى بيت إيه؟ إلى الكعبة. يبقى صلوا العصر ركعتين لبيت المقدس وركعتين لإيه؟ فسموا المسجد مسجد القبلتين، اللي احنا دلوقتي في مزارات المدينة، كل ما تروح المدينة تزور مسجد القبلتين. واستدل الإمام الشافعي من هذا الحديث وأمثاله كثيرة على حجية خبر الواحد، لأن هم في الصلاة سمعوا خبر واحد أو واحد بس، فراحوا غيروا الإبل، يبقى عندهم خبر الواحد إذا كان ثقة حجة، عشان يرد على الإمام مالك بأنه كان يقدم عمل المدينة على خبر الواحد، فقال لا، ده خبر واحد حجة، لأن عمل أهل المدينة اللي هم أهل المسجد، أهل المسجد دول مش أهل المدينة، كلهم سابوا عملهم لخبر الواحد، فيبقى يقدم خبر واحد على عمل أهل المدينة، بيرد على الإمام مالك شيخه في الرسالة وعمل مبحث كبير الإمام الشافعي. وعشان كده مذهب الإمام الشافعي بحجية خبر الواحد ويقدم على عمل أهل المدينة، لأن ليه عمل أهل المدينة خالف خبر الواحد؟ لعدم وصول خبر الوحي إليه، لو وصل لغيره العمل. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وعن أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا ركوعا في صلاة الفجر. وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمارة بن أوس وأنس بن مالك. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. مرة يقول لك الفجر، ومرة يقول لك العصر، ومرة يقول لك الظهر، خدت بالك؟ ليه؟ لأن يبدو أنها تعددت المساجد، لأن المدينة كانت فيها في المساجد في الأحياء، فمسجد القبلتين وصل لهم في العصر، في مساجد تانية في أحياء المدينة وصل لهم الفجر تاني يوم، يبقى كل مسجد على حسب ما يوصل له الخبر، ما كانش عندهم لسه موبايلات، ولا إذاعة، ولا تلفزيون، ولا وسائل الاتصال كانت بتتم عن طريق المشي بالرجلين. فممكن الخبر يوصل بعدها بعدة أيام. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده مفيش تناقض في الأحاديث. لأن لما يقول لك سيدنا عبد الله بن عمر ده وصل لهم وكانوا في الركعة الثانية بالفجر، ده مسجد ثاني غير مسجد القبلتين. فهمت؟ لأن كانت في أحياء كثيرة، كل حي على حسب ما وصل له الخبر. وعن أبي قال حدثنا هناد وأبو عمار قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. يبقى اللي صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل ما تتحول القبلة صلاتهم مقبولة. وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهرية يحدث عن عروة قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما. يبقى سيدنا عروة
بيقول لخالته ستنا عائشة أم المؤمنين، بيقول لأنه ربنا بيقول إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، رفع الجناح، كأن فيها نوع من التخيير. هو فين من هنا؟ نوع من التخيير. فقال لها أنا شايفة إن لو الواحد حج ساعة بين الصفا والمروة وما سعاش مفيش مشكلة، لا جناح عليه. فهمت بقى؟ بيراجع معاها حكم فقهي، استنتاج استنبطه. قال: قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بئسما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون. قالت له: حتى لو كان مقتضى الآية بيقول التخيير فعليك بفعل النبي. شفت بقى علم ستنا عائشة القول؟ وبعدين قالت له: حتى الآية ما فيهاش التخيير، لأن لو كانت الآية فيها تخيير كان يقول إيه؟ فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. لكن الآية بتقول فلا جناح عليه أن يطوف بهم، ما قالش ألا. شفت كمان دقة اللغة عندها؟ يبقى ستنا عائشة ردت عليه باللغة وردت عليه بفعل النبي. فإزاي؟ أنت استنبطك من اللغة خطأ، وبعدين الخطأ بتاعك ده كمان يخالف فعل النبي. شفت جاي له من جهة عشان تحاصره تقيم عليه حجة. كانت فصيحة فقيهة أمنا عائشة رضي الله عنها، علم دقيق، علم دقيق يدلك على إنها كانت عندها علم دقيق لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها إيه؟ يا موفقة. كان النبي يقول لها كده: يا موفقة. فقالت: بئسما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف الناس، يعني سعى رسول الله بين الصفا والمروة والناس سعت بعدي، الصحابة يعني. جاي أنت في الآخر تقول لي أنا والله ممكن أما أحج مش هبقى أسعى بين الصفا والمروة، إزاي تعمل كده؟ فاهم؟ وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، لأنه كانوا حاطين على جبل الصفا والمروة أصنام، فكان بعض الأنصار ما يحبوش يطوفوا بين الصفا والمروة لأن بتذكرهم بالأصنام. فربنا قال لهم خلاص الأصنام راح عداها لا جناح عليكم، انسوا بقى، وبرضه اسعوا بين الصفا والمروة. فبيرفع الجناح لتذكرهم بإيه؟ بحكاية السعي بين الصفا والمروة ووجود أصنام. أدي المسألة. فرفع الجناح، رفع جناح ما كان عليها من أصنام أو شيء من هذا. فأنزل الله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو كانت كما تقول، يعني لو الآية بقى، شفت بترد عليه من كم جهة؟ ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا لعلم. هو ده العلم صحيح. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراهما قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف الفقهاء هل السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة والحج أم واجب يجبر بدم، على مذهبان. ذهب الشافعية إلى ركنيته، وكذا المالكية، وذهب الأحناف إلى وجوبه وأنه يجبر بدم. واضح؟ وعن أبي قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كان من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: هما تطوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
وعن أبي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام، اللي هي سنة إيه؟ سنة الطواف. ويسن فيه أن تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. ثم أتى الحجر فاستلمه، ودي سنة أيضا من سنن الطواف، بعد ما تصلي سنة الطواف الركعتين ترجع تستلم الحجر مرة أخرى. فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. الصيام مر بعدة أحكام، كان الصيام في أول أمر، في أول الأمر إذا نام قبل ما يفطر، قبل ما يدخل المغرب ويفطر، ثم استيقظ قبل الفجر لا يأكل ولا يشرب ولا يقرب زوجته، ويواصل لليوم اللي بعده. كان الحكم كده، عايز تأكل وتقرب زوجتك يبقى افضل قاعد كده زي النهار كده لحد ما المغرب يجي، كل وجمع زوجتك وبعد كده خلاص. لكن لو كان سبقها نوم يبقى ممنوع الأكل وممنوع الدماء. فاهم؟ في الأول كان كده، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى إيه رفع الأمر وقال لهم إيه، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يعني كان الواحد منهم يبقى نام ويقوم يقول لا أنا ما نمتش ويأكل، لا أنا كنت فايق كويس كنت سامع كل حاجة، تختنون أنفسكم. فهمت إزاي؟ يتلمس لنفسه أي عذر بقى علشان يتفلت من الحب ويتمسح بمراته، واخد بالك؟ فربنا قال إيه؟ علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فاستقر الأمر على ما نحن عليه والحمد لله. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، يعني يواصل اليوم اللي بعد. وإن قيس بن سرمة الأنصاري كان صائما فلما حضره الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل. قيس بن سرمة بيشتغل طول النهار، وصل قرب المغرب قال لمراته انت محضره لنا ايه النهارده؟ قالت له لسه، انتظرني كده هروح اجيب لك فطار. فانتظر غلبه النوم لانه كان شغال طول النهار. فقالت مراته قالت له يخيبك نمت انت مش هياكل. فهمت؟ فايه فراح ايه واصل الصيام تاني يوم، فبقى يغشى عليه أم علي من قلة الأكل مسكين. فاهم؟ فلما حضره الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، يعني خيبك بلغة إيه؟ المصريين، أو يا خيبتي أو أي حاجة من هذا المعنى. فلما انتصف النهار غشي عليه لانه وصل الصيام لتاني يوم بقى، ما كانش كل حاجه، غشي عليه اغمى عليه من شده ايه العناء والتعب. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
عن ذر عن يسيع عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال الدعاء هو العبادة وقرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي يبقى الدعاء هنا بمعنى العبادة ان الذين يستكبرون عبادتي ايه في جهنم داخرين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعنه به قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين عن الشعبي قال اخبرنا عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم انما ذاك بياض النهار من سواد الليل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. لما نزلت دي عدي بن حاتم عمل ايه؟ جاب عقال اسود وعقال ابيض وحطهم وقعد ياكل ويشرب لحد ما يعرف يميز بينهم. فهمت ازاي؟ فالنبي لما راح للنبي قال له ايه؟ قال له ان وسادك عريض انما ذلك الفجر ايه؟ يعني انما ذلك هو الفجر الصادق. فهمت؟ يعني وسادك عريض يعني وسادك ليست هي الوساده التي وضعت، وسادك عريض يعني افق السماء. افق السماء كله هنا تشوف فيه ايه؟ الخيط الابيض والخيط اللي هو ايه؟ شعاع الفجر. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فأخذت عقالين. والعقال ما يعقل به البعير، الحبل اللي بيربط به البعير، أحدهما أبيض والآخر أسود، فجعلت أنظر إليهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحفظه سفيان، قال إنما هو الليل والنهار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماع فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة. يعني التهلكة وترك الجهاد، مش الجهاد. انتوا فاهمين الآية غلط. الراجل ده دخل في وسط صفوف الأعداء فقالوا بيلقوا لنفسه، قال لهم التهلكة مش كده، التهلكة وترك الجهاد وليس الجهاد، ده بيجاهد. فهمت؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. شاخصا يعني إيه؟ يعني خالدا. طلع أبو أيوب الأنصاري فضل يجاهد في سبيل الله لحد ما بلغ من العمر 90 عام، وبعدين مات فين؟ عند القسطنطينية. سيدنا أبي أيوب وقع من على الفرس فمات، فقال لهم إن أنا مت فادفنوني حيثما مت، فدفنوه هناك في المكان ده، وتعمل المكان ده دلوقتي مسجد كبير وفيه مقام سيدنا أبي أيوب الأنصاري على مشارف اسطنبول، واخد بالك؟ ف
فاما تروح اسطنبول ان شاء الله لتركيا فتزور سيدنا ابي ايوب الانصاري مدفون هناك. وعن ابي قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا مغيره عن مجاهد قال قال كعب بن عجره والذي نفسي بيده لفي انزلت هذه الايه واياي عنا بها فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نصر. كعب بن عجره كان اصاب الامر وهو خارج في العمره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الامل كده بيتناثر على وجهه فقال له احلق وفديه من صيام او صدقه. فمن كان به اذى من راسه ففديه من صيام فليحلق ويفدي. يبقى ففديه من صيام او صدقه او نصر يعني ايه؟ فليحلق ليأخذ من هذا الاذى ثم ايه دمع التخيير. ففديه من صيام او صدقه او نصر يسموه دم تخيير. يا إما يذبح نسيكا يعني ذبيحة أو إنه صوم ثلاثة أيام أو إنه يطعم ست مساكين كل مسكين نصف صاع. يتخير. فمن كان منكم مريضا أو به أذى للمحرم يعني كلام ده للمحرم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يعني يعمل المحظور ويدفع الفدية. افرض إن أنت بتحرم في يوم شديد البرد هيجي لك التهاب رئوي، يا عم البس البلط ولف دماغك يا عم ودفي نفسك. وانت محرم؟ اه انا محرم. طب ده محظور من محظورات الاحرام، ما انا مريض. طب اعمل ايه؟ اعمل المحظور ويبقى فديه من صيام او صدقه او نص. فهمتوا يا استاذ؟ لان ممكن يجي حج في شهر طوبه. وتيجي تلبس واحد مثلا الاحرام وتقول له الضبع ويبين صدره، ان شاء الله هيقول لبيك اللهم لبيك يومين ويجي له التهاب رئوي في الثالث. ويتدفن في الرابع وما يعرفش عرف. واخد بالك ازاي؟ مش هيستحمل من شده البرد. فهمت؟ يبقى ساعتها يعمل ايه؟ يا عم لبسه ولف وحبشه كل حاجه لانه مريض. وفديه من صيام او صدقه او نص. يبقى لك ان تفعل المحظور ان اضطررت اليه بسبب المرض ويحل محله ايه؟ دم تخيير. دم تخيير. يا إما نسيكة يا إما يصوم ثلاثة أيام يا إما يطعم ست مساكين كل مسكين من مساكين الحرم. يبقى لو اختار النسيكة لازم في الحرم، ولو اختار الإطعام لازم في الحرم، ولو اختار الصيام لما يرجع بلده يبقى يصوم ثلاثة أيام، ولا يشترط فيها التتابع. واضح؟ وله أن يختار أي حاجة من دي. واضح المسألة؟ سهلة؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، والحديبية كانت سنة 6 هجري اللي هم منعوا بعد كده وعملوا صلح الحديبية وبعدين عملوا عمرة القضاء في السنة اللي بعدها، وكانت في ايه؟ في ذو القعدة. ذو القعدة في السنة السادسة من الهجرة دي الحديبية. ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، يعني حصرونا يعني منعونا من الدخول. وكانت لي وفرة، وفرة يعني شعر طويل، فجعلت الهوام متساقط على وجهي، الهوام اللي هي القمل. فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كأن هوام رأسك تؤذيك؟ قال قلت نعم. قال فاحلق، ونزلت هذه الآية. قال مجاهد الصيام ثلاثة أيام والطعام ستة مساكين والنسك شاة فصاعدا. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.